اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دائما بحلقه جديده من ولا اطيب. اطباقنا اليوم خاليه من اللحوم، رح يكون في عنا طبقين كثير طيبين خفيف ونضاف. خلينا نشوف مكون الطبق الاول ونرجع نحن وياكم. مكونات مطبق الباذنجان: 500 جرام باذنجان مدعبل، 200 جرام بصل، 30 جرام ثوم، 200 جرام فليفله خضراء، 30 جرام لب البندورة، 50 جرام زيت زيتون، وملح حسب الرغبة. لك يا مشاهدينا طبق كتير سهل وكتير سريع، وخاصة لمحبين الخضار رح يكون اليوم عندهم أطباق هيك سهلة وسريعة يتسلوا فيهم بالبيت. واليوم الطبق الأول كتير طيب وكتير صحي، ما بده شي. نحن عنا هون الباذنجان المدعبل، تمام، نجيب باذنجان قاسية أكيد وسط السكين، منقص راس وكعب ومنزيحها للباذنجانة زيح أبيض، ومنترك أكيد زيح أسود. كمان قشر الباذنجان مليء بالفيتامين هون. لكن نحن قشرنا الباذنجانة وبدنا نقطعها إلى شرحات مستديرة بهالشكل. نحن اليوم مثل ما شفنا عنا بصل، عنا ثوم، عنا فليفلة، عنا باذنجان، عنا البندورة أو رب البندورة دوبناه بشوية ماء خليها تكون شوي سميكة من دون إضافات، بس ملح، من دون ماء، من دون مرقة، من دون فلفل. كله رح ينسلق طبعا، نغطي طنجرة الخضار اللي فيها ماء هي لحتى بق ميتها بتستوي حالها بحالها، وكل ما كان الخضار في قرشة طيبة بيعطي نكهة مميزة. هون نحن الباذنجان رح نقص إلى شرحات مستديرة بهالشكل. ممكن كمان نصفها طبق من الفلفل، فليفلة، طبق من الباذنجان، طبق من البصل. هلا رح تشوفوا كيف الطريقة، طريقتها كتير حلوة وكتير سهلة. حمي الطنجرة، رح نصف الباذنجان بكعب طنجرة أول صف، ومن ثم البصل إلى كمان شرحات. هون نحن دورنا طنجرة على نار خفيفة حتى يحمى كعب الطنجرة، وأكيد تبلش الخضرة تدبل على مهلها. هون نحن رح نرجع نضيف البصل، فينا نقطعهم إلى شرحات وفينا نحضرهم إلى حلقات، لكن فينا نقطعهم إلى شرحات أو إلى حلقات. هون بهالطريقة البصل، ومن ثم كمان قطعتين من الباذنجان، وهون عندنا كمان الفليفلة الخضراء. نشيل البزر ونفضيها من جوا، دق عليها شوي صغيرة، ومن ثم بنقطع الفليفلة إلى شرحات كمان مستديرة بهالشكل. لكن الفليفلة قطعناها كمان لشرحات مستديرة. كمان رح نرجع نضيفها فوق البصل والباذنجان. هون لكان الفليفلة الخضراء، كمان عنا ثوم كمان بدنا نقطعه كمان إلى حلقات مستديرة بهالشكل. هون نفضي كمان الثوم بقلب الطنجرة
وما تبقى من باذنجان. كمان بنرجع نصف الباذنجان من فوق، واكيد بيبقى عندنا رب البندورة دوبناه بالماء. هون رح نضيف له الملح طبعا حسب الرغبة، هون شوية ملح مع رب البندورة دوبناه لكن بشوية ماء، ومن ثم هون رح نضيف البندورة، ممكن كمان شوية مي على الخفيف حتى هيك نوزع شويكة صلصة بكل اتجاهين، وراح نسكر طنجرة طبعا على نار خفيفة. الخضرة رح تبق ميتها لبرا، والاستواء رح يصير على نار خفيفة. خضار سلق من الخضار من دون تتبيل مثل ما سكرنا اليوم، اطباق خاصة من دون لحوم. خلينا نروح لفاصل اعلاني صغير ونرجع معكم، انطروا هنا. من بعد الفاصل مشاهدينا ولا اطيب، مستمرون معكم. واكيد الطبق الثاني اليوم رح يكون كمان عندنا خالي من اللحوم، طبق من الفاصوليا البيضاء، كمان بتتبيله سهله وسريعه. بس اكيد قبل ما نفوت على الطبق الثاني خلينا نشوف فقره اليوم هيك نزرع. بفقرتنا اليوم المهندس الزراعي نبيل ريشاني ضيفنا، ورح يخبرنا كمان معلومات قيمه عن هالنبت الثاني الموجود معنا. كيفك استاذ نبيل؟ اهلا فيك. شو عنا اليوم؟ شو جبنا اليوم؟ اليوم ما رح نحكي عن نبته معينه، رح نحكي عن تقنيه. تقنيات. اوكي. بحلقات سابقه كنا نحكي عن طريقه اكثار نبته من النباتات، وبعدين اكثر اللي حكينا عنه كان اكثاره بواسطه البذور. حلو. اليوم رح نحكي عن تشريش. نعم. يعني كيف بنقص فسخة من نبتة، ومن هالنبتة هاي بنعمل نبتة جديدة لحتى أو نكتر اللي عنا، أو نعمل هدية لحدا، أو نعبي مساحة فارغة. حلو. أوكي. فتقنيات تشريش هي في بعض النباتات نستعملها على بعض النباتات يلي هي ما بتعمل بذور، أو اللي في صعوبة كتير بإنبات البذور تبعها. عادة هاي النباتات عندها قابلية لأنه تنبت جذور أسهل من غيرها. أوكي؟ المهم أنه نحن نأمن البيئة الملائمة لأنبات هالجذور هاي، وبهالطريقة نحصل على نبتة جديدة أو نباتات عدة من نبتة واحدة بتكون موجودة عندنا. أوكي؟ فواحدة من النباتات يلي سهلة رح نستعملها مثل بكيف بناخد فسخة من شتلة هي هالنبتة، نبتة زيني الشفليرا اكتينوفيلا. اوكي، سهل كتير من اي غصن، المهم انه يكون بعده ما صار غصن خشب. اوكي، بده يكون غصن بعده اخضر طري. اخضر طري. ناخد بنقص قصة ميلة، دايما القصة اللي بنقصها للفسخة بتكون الكعب مايل. بهالطريقة بنوسع المساحة لا تمتص مي، يعني تمتص مي اكثر، وكميه الجذور يلي بدها تطلع، لانه الجذور بتطلع بهالمساحه هاي. اوكي، فبنزيد كميه الجذور يلي بدها تطلع. بكل بساطه هاي الغصن. اوكي، بنخفف شوي من مساحه الورق، لانه الورق هو يلي بيخسر مي من بالنبته. بهالطريقه ترجع بتفرخ اكيد، يعني رح تفرخ طبعا، رح تفرخ. بهالطريقه هاي بنكون حصلنا على فسخه. هلا المهم بالتفسيخ انه نحن نقدر نوازن بين الوقت او كميه المي اللي عم تخسرها النبته وكميه المي اللي رح تاخذها من الميديوم الملائم للتشريش. هلا لحتى نعمل ماده ملائمه لينما فيها الشرش بده يكون تربه مهويه اكثر من العادي. احنا ذكرنا بحلقه سابقه كيف نعمل التربه للزرع، حطينا الثلث مواد عضويه والثلثين تراب. هالمره بدنا نضيف لها الخلطه هاي الثلث رمل بحر او رمل نهر يلي هو بيكون رمل خشن. حلو. بهالطريقه هاي بنعطي كميه مسامات هواء اكثر، لانه النبته لما تكون بدها تطلع جذور بدها اكسجين اكثر. اوكي، ف
حضرنا الخلطة، ثلث تربة عادية، تراب عادي، ثلث رمل، وثلث من المواد العضوية. حصلنا أول شيء على الصح. أوكي؟ بعدها أهي من البهارات شيف. بعدها من البهارات بتفتكر فيها أنا. أوكي. هلأ بالزمانات على أيام الجيل اللي قبلنا كانوا هالقصة هاي يرجعوا يقصوها بالنص، أوكي، ويحطوا بهالفتحة حبة قمح. يا لطيف. القمحة هي عم تفرخ بتفرز هرمون يلي بيساعد النبتة تنمي الجذور تبعها. حلو. اليوم صار هالهرمون هيدا موجود بالمحلات الزراعية يلي بيبيعوا المبيدات والأسمدة والبذور على شكل بودرة جاهزة مصنعة. مصنعة. فنحن بناخد الفسخة اللي جهزناها من غطة، من غطة بالمحل، مننفض الزيادة، ما بده يكون في كتير كمية عليها، من شكة ومنصقي. قد ايه ظرف بدها حتى يطلع البذور؟ يعني حسب نوع النبتة، في نباتات ممكن تاخد لحد 20 يوم لحتى تعمل الجذور تبعها. في نباتات كتير أسهل، بفترة 4 أيام بتكون صارت عندك نبتة جاهزة. حلو. أوكي. الشفليرة من النباتات اللي شوي أصعب. نحن جبنا معنا نبتة تانية اللي هي نبتة الخبيزي. يلي نحن كل أول ربيع منروح نشتري كميات لحتى نزرع بلكون أو جنيني. أو بكل بساطة إذا كان بعد باقي عنا نباتات خبيزي من قبل بسنة، بكل بساطة منقص أغصان من الروس من رأس النبتة يعني. نعم. أوكي. حوالي 10-15 سنتي. أوكي. مثل ما قلنا الجزء يلي بده يدخل بالتراب بيكون مقصوص ورق. أوكي. منخفف كمية الورق يلي عليها لحتى ما نخليها كتير تخسر ماي. منغطى بالهرمون، منعبي. حلو. أوكي. ومنشكهم. أوكي. من نبتة واحدة فينا نعمل 10-15 حسب كبر النبتة. يعني فينا نرجع نبتة تعمل بيت وبيوت كمان. صحيح صحيح. الله يبارك. المهم بس انه نحط الشتلات اللي حطيناهم للتشريش نحطهم بمحل ما تضربهم الشمس. اوكي. الشمس وبعد ده بنبتوا شيء بعد ما قلنا حسب نوع النبتة. اذا مثلا من انواع الخبيزي او في نباتات سهله، 4 ايام جمعه بيكون عندنا نبتة جاهزه، او في انواع اللي بتاخذ كتير اكثر. في مثلا الجاردينيا اللي دائما الناس تسال عن كيف اكثارها، بهالطريقه هاي بكل بساطة منحضر الفسخة، منخفف كمية مساحة الورق اللي عليها، منشكها. والجردانيا فينا نحط البو كله سوا بكيس نايلون شفاف، نسكره ونربطه، نفتحه مرة يوم ايه يوم لا تقريبا لحتى ما يجمع كتير رطوبة عليها وتعمل هريان. وممكن الجردانيا تاخد لحد 20-25 يوم بتكون نبتة الجذور. حلو. 20-25 يوم. اوكي. بستحنى. هاي واحدة من طرق اكثار النباتات. اي نبتة حابينها وبدنا نزيدها فينا نستعملها الطريقة هذه. كتير حلوين المعلومات اليوم استاذ نبيل، يعني فعلا استفدنا منها كتير كتير، واكيد كمان المشاهدين عم يتشكرونا من التوفيق، هيك بيعطونا دائما معلومات عامه. تسلم. واكيد توعدنا انه كمان بدنا شيء بكره ان شاء الله دائما لهيك الاشياء للربيع للبوب الصيفي رات. كمان حضر من هلا اذا الله راد اشياء مهمه تكون. شكرا لك استاذ نبيل. شوفي بتحب تضيف شيء؟ كنت بدي اقول شغلي بس، اذا عندنا نباتات اللي بدنا نشرشها هي من النباتات المزهره، من المفضل انه ما يكون في زهور على الشسوم يلي حطيناه ليشرش. من دون زهور. اوكي. يعني هي مثل هاي الطريقه. صحيح. اذا مثلا عندنا هون زهره منقصها، وناخذ اوكي، وهي صارت جاهزه. عظيم. شكرا لك استاذ نبيل. شكرا. الى اللقاء. شكرا. شكرا للمهندس الزراعي نبيل الريشاني بهالعناية الحلوة، يعني فعلا مشاهدينا كل شيء بده عناية بهالحياة كان بالنبتة أو بغير النبات. ونرجع لطبقنا، نحن الطبق الأول مشاهدينا حذكركم مطبق الباذنجان. استعملنا الباذنجان طبعا شرحناها، وجانا قطعنا البصل إلى شرحات والفليفلة، وطبعا رب البندورة ورشة ملح وشوية مي على الخفيف حتى هيك رح شوية طبخة هون مثل ما شفنا، لكن الفليفل والباذنجان والبصل والثوم طبعا. هون بنشوف على الكاميرا كيف غطينا هالطبق، يعني فعلا نتلذذ فيه بطعم الخضار الشهية رب البندورة، والخضار اللي فيها مي هي بقيت ميتها لبرا، ورب البندورة عطيها نكهة طيبة خفيف كتير كتير طيب. بنصحكم تجربوه سلس وما بدايق إذا في حال حدا بده يتغدى ويتلذذ بطعم مميز. أما الطبق الثاني خلينا نشوف مكونات مشاهدينا ونرجع نحن وياكم.
مكونات: سلطة الفاصوليا العريضة، 500 جرام فاصوليا بيضاء، 300 جرام جزر، 200 جرام بصل أخضر، 30 جرام بقدونس، 50 جرام عصير حامض، 20 جرام ثوم، 30 جرام زيت زيتون، بودرة الحار رشي، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن فاصوليا بيضة العريضة ممكن تكون عريضة وممكن تكون فاصوليا بيضة عادية. طبعا فاصوليا مليئة بالفيتامينات، مغذية جدا وكمان نفس الوقت شهية، ومنتلذذ بطعمتها في حال كنا عطينا طعمة طيبة وهيك بهارات المضبوطة. نحن هون في عنا الفاصوليا، الفاصوليا هون البيضة. طبعا في حال كان عندنا فاصوليا ناشفة بنقعها بالمي تقريبا حوالي 10 ساعات وبنرجع بنسلقها على النار، خفف لها دائما نار خفيفة وبنتأكد انه استوت. هون احنا جبنا الفاصوليا البيضة، رح نضيف لها كمان الجزر، الجزر كمان مع الفاصوليا بيعطي نكهة كثير طيبة، خاصة اليوم نحن اطباقنا من دون لحوم ومن دون دسم كله خضار. هون الجزر منقطعون إلى حلقات مستديرة، بهالشكل. لكن الجزر نحن سلقناه قبل بوقت طبعا، غسلناه هون وقشرناه هون وسلقناه هون استوى المطلوب. هون أنا رح ضيف الجزر مع الفاصوليا البيضاء، كمان البقدونس الأخضر بدنا نفرمه كمان فرما ناعما، دائما فاصوليا مع البقدونس بتعطي نكهة كتير طيبة. هون لكن ضفنا البقدونس مع الفاصوليا البيضاء مع الجزر المسلوق، هون كمان في عنا الثوم، بدنا ناعم ثوم كتير منيح. هون لكن الثوم بدنا ناعم الثوم كتير منيح، بواسطة السكين كمان فرم تنحصل على ثوم مفروم كتير ناعم، او في حال كان عندكم دقة دقوا مع شوية ملح. نحن بواسطة السكين فينا ناعم الثوم كتير ناعم. هون الثوم لكن فرمني فرم ناعم تيتوزع على السلطة. هون رح ارجع اضيف ثوم لكن كمان مع الفاصوليا. هون البصل الاخضر، واكيد قبل ما نبلش نفرم البصل الاخضر رح نروح لفاصل اعلان صغير ونرجع معكم، انطرونا. ولا اطيب من بعض الفاصل مشاهدينا، مستمرون معكم. واكيد طبق مطبق الباذنجان صار عندنا جاهز. ريحه الخضار فيري جود. هون على الكاميرا صارت عندنا الطبق جاهز، شفت المي كيف الخضار بقت ميتها. وبعدين هون رح نفرجي بس المشاهدين كيف الخضره هلطت من دون وقت كثير. هون شوفوا الباذنجان كيف صار الفليفله والثوم كله والبصل، يعني فعلا طبق صحي جدا. وهذا الطبق بينزل يقدم في الطنجره بهالشكل. وهون عندنا نحن البصل الاخضر تنكفي طبق سلطه الفاصوليا. بذكركم نحن فاصوليا بيضاء، جزر مسلوق قطعناه الى حلقات مستديره، ثوم مفروم ناعم، بقدونس، وكمان في عندنا البصل الأخضر كمان منقصه إلى حلقات، منقص البصل إلى حلقات رفيعة
كمان الفاصوليا حطينا لها ثوم مفروم ناعم، وعندنا نحن بودرة الحر حسب الرغبة، يعني في حال ما بتكون الحر فيكم تضيفوا، وفي حال كنتوا بتحبوا الحر هيك حسب الرغبة انتم بتحبوه. هون نحن البصل الأخضر، زيت الزيتون، وعصير الحامو. هون عندنا كمان ملح حسب الرغبة، وحرب بودرة رشة صغيرة، وعندنا هاي البصلة أكيد نزين فيها الجاد. ونحن هلأ بنخلط المزيج مع بعضه البعض، وأكيد مشاهدينا شرحنا سابقا عن القطع الحلوة الموجودة عندنا بقاموس المطبخ حتى نخلط جميع أنواع السلطة بلا ما نوسخ ايدينا بطريقة سلسة ومرتبة وكتير حلوة. هون نخلطهم بطريقة كمان بلا ما يتخبصوا، يعني كتير بيساعدونا هالقطعتين الحلوين حتى ما تتخبص القطع الخضار المقطعة. هون نخلط المزيج كله مع بعضه البعض. طبعا جهزنا جات السكب، كل الخضار تنزل مع بعضها البعض، جزر، بقدونس، بصل، ثوم، عصير الحامض، زيت زيتون. كمان بسكبها بهالطريقة، أطباق صحية جدا وبعيدا عن نكهة اللحوم والدجاج. هون البصل الأخضر اللي بقيت عنا كمان ممكن زين هالطبق بهالطريقة. وهيك مشاهدينا أطباقنا اليوم من غير لحوم من غير دهون صار جاهزة، وأكيد بكرة كمان حلقة مميزة جدا. دايما ألف صحتين وإلى اللقاء.